فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الدليل على أن دعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب؟ ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، ما علمه. استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يأمره بالاستفتاح، فدل على أنه سنة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.